ومن أقصى شرق القاهرة من العاصمة الإدارية الجديدة إلى أقصى الساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة. متخيل الامتداد عامل كده خط كده هو؟ ده معناه لو جيت بصيت عليه هو الخط ده على امتداده يا جماعة شغل شغل عشان يبقى في عندنا رأس الحكمة ويبقى في عندنا العالمين الجديدة ويبقى في عندنا العاصمة الإدارية الجديدة. احنا بنتكلم على خط شغل بجد. احنا بنتكلم على طرق وبنتكلم على قطارات كهرباء وبنتكلم على استثمارات كبرى وما إلى ذلك. استثمارات رأس الحكمة والاتفاق الاستثماري العملاق بتاع رأس الحكمة بدأنا فيه من وقت التوقيع على العقود، صح؟ طيب هل خلاص كده وقعنا على العقود وبتاع؟ لا، الكلام ده كان زمان بقى أيام النوم. لكن دلوقتي الشغل، احنا بقالنا 10 سنين بلد بتشتغل بمنتهى السرعة. يمكن استعير تعبير من تعبيرات الرئيس، احنا مش هنجري، احنا لازم نحقق قفزات، لازم طول الوقت نحقق قفزات عشان نلحق باللي حصل حوالينا في العالم. الحكومة النهاردة وافقت على مجموعة من القرارات متعلقة بمدينة رأس الحكمة وبالاستثمارات في منطقة رأس الحكمة بالكامل. تعال بقى ناخدها واحدة واحدة. رأس الحكمة بنتكلم على تحالف استثماري ضخم. طيب التحالف الاستثماري ده لازم يبقى له كيان قانوني وشخصية اعتبارية، فيتعمل حاجة اسمها شركة رأس الحكمة أو شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية. فتيجي الشركة، عشان الشركة دي تشتغل بمنتهى السرعة لازم تاخد الرخصة الذهبية، فالموافقة على شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية برخصة ذهبية. أدي واحد. اتنين، أنا هنا اتكلمت خلاص كده على الشركة، تمام، يعني خلصنا؟ لا ما خلصناش، أنا بتكلم على حجم استثماري ضخم. يتم تحويل المنطقة بالكامل إلى منطقة استثمارية عملاقة، فلازم يتعمل لها إيه؟ يتعمل لها مجلس للإدارة، ويتم بالفعل تشكيل مجلس إدارة أو البدء في تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الاستثمارية، وقيام شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء بقى إيه؟ ما خلاص أصبحت الشركة موجودة، فبتكلف بإيه؟ تكلف بإنها تعمل مطار أو ميناء. هيبقى ميناء دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة بالمناسبة، وبيتعمل لها مطار كمان عشان بس نبقى متفقين، يعني عشان الاتنين مع بعض. معانا على التليفون دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي الكبير والمعروف. ازيك يا دكتور؟ الخط بيقطع كده من الاول يا دكتور، والنبي عشان خاطرنا عايزين نقف في حته كده تبقى الشبكه فيها قويه 100 100. لو هنطلع في البلكون ولا حاجه تبقى جبرت ان شاء الله. معايا دكتور؟ طيب هنحاول، انا هكلم دكتور كريم تاني. فانا هنا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على تصور شديد الوضوح، يعني مش لسه بنفكر هنعمل ايه في رأس الحكمه. اجيب لك من الاخر، احنا عارفين هنعمل ايه في رأس الحكمه. احنا مين؟ يعني احنا الدوله، كل عارفين هنعمل ايه في رأس الحكمه، في مخطط لرأس الحكمه، استثمارات رأس الحكمه. الاستثمارات هناك هي كل اشكال الاستثمار اللي ممكن يجي على بالك. لما بخصص انه هعمل هناك ميناء، وانه الميناء ده هيبقى ميناء لهذه الاستثمارات، وهيبقى ميناء سياحي، وهيبقى ميناء دولي وعالمي. طيب وفي نفس الوقت هعمل هناك مطار بنفس ذات الشاكله، وبعمل استثمارات ضخمة كبرى. الاستثمارات اللي هناك ما هياش زي الاستثمارات بتاعت زمان، يلا بينا نعمل هنا شوية قرى سياحية وشاليهات وفيلات وقصور يا سيدي كمان، أهلا وسهلا، وبعدين أسيبها تشتغل الشهرين وبعدين نتفرج عليها وهي فاضية. لا، المكان هناك هيبقى جاذب طول الوقت للسياحة لشهور. خلينا معنا الدكتور كريم عادل، رجع لنا مرة تانية. ازيك يا دكتور؟ ازاي الحال؟ كله كويس؟ يا رب على طول. لسه الشبكة مقطعة، فهستأذن بس نقف في بلكون ولا في مكان يبقى الشبكة فيه قوية جدا علشان أقدر أستفيد من كلام حضرتك. ماشي. طيب سؤال بقى، أول حاجة كده، احنا بنتكلم على أنه الحكومة يبدو أنها بتعمل بمنتهى السرعة على مسألة تفعيل بقى اتفاق استثمارات رأس الحكمة، فبدأت بأنه تم منح الرخصة الذهبية للشركة، على طول يتم تخصيص المكان اللي هيتعمل فيه الميناء، المطار إلى آخره. في رأيك ما الذي يمثله أو تمثله استثمارات رأس الحكمة لمجمل الاقتصاد المصري؟ تقدر تعمل إيه لهذا الاقتصاد بتاع بلدنا؟
طيب يعني خلينا بداية نوضح ان هذا المشروع يعني يساهم بصورة كبيرة في تحقيق التكامل وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية. عظيم. مشروع منطقة رأس الحكمة يعني لن يكون مجرد منطقة سياحية، ولكن أراه يمتد إلى أنه منطقة لوجستية وخدمية وتجارية واستثمارية واعدة أيضا. قرارات اليوم بتعتبر تفعيل لما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه خلال مراسم توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وبالتالي هي مؤشر جيد بيعكس التزام الدولة بتعهداتها مع المستثمرين من الدول والحكومات من ناحية، وأيضا بيعتبر أمر محفز بيساهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمار المباشر في الدولة المصرية. طبعا يعني منطقة رأس الحكمة والإعلان عن إنشاء منطقة حرة خاصة ومنطقة استثمارية وميناء دولي، كل هذه الأمور هنجد أنها بتحقق تكامل فيما بينها، وهي بداية بتأتي مخطط تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة. يمكن منح رخصة ذهبية لإنشاء شركة رأس الحكمة دي نقطة مهمة جدا ومحفزة للمستثمرين، لأنها بتعكس وجود تفعيل حقيقي للرخصة الذهبية ومنحها للمستثمرين اللي بتساعدهم في مشروعاتهم فور الحصول على هذه الرخصة. دي يمكن نقطة مهمة أيضا هتساهم في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، ويعني نقاط قوية بتدعم الدولة المصرية في اقتصادها سواء كانت المنطقة الحرة أو المنطقة الاستثمارية. عظيم جدا. يمكن اللي احنا فهمناه من اول مؤتمر صحفي اتعمل يوم توقيع اتفاق استثمارات رأس الحكمة، دكتور مصطفى مدبولي اتكلم على انه احنا بنتكلم على فرص عمل مباشرة برضو ضخمة جدا الى اخره، لكن ايضا اعتقد ان هناك فرص استثمارية وفرص للعمل بشكل غير مباشر مش بس حول رأس الحكمة. يمكن زي ما حضرتك أشرت دكتور كريم، احنا بنتكلم على انه تشجيع حقيقي للاستثمار الاجنبي المباشر لمصر، ناس كتير هتبقى متحمسة انها تيجي تشتغل معانا. يعني بالتأكيد خلينا بداية نبدأ بالمنطقة الاستثمارية اللي تم الاعلان عنها اليوم. يعني المنطقة الاستثمارية هي بتعتبر أحد الأنظمة الاستثمارية اللي بتستطيع أي دولة تأسيس التنمية المتكاملة عليها. ولما بنتحدث هنا عن التنمية المتكاملة احنا بنتحدث عن تنمية صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية، وبالتالي نقدر نتخيل حجم فرص العمل اللي تقدر توفرها هذه المنطقة واستثماراتها للشباب ولمختلف الفئات والخريجين من الجامعات المصرية. الأمر الثاني أيضا خلينا نقول أن توفير أراضي ووحدات صناعية في هذه المنطقة الاستثمارية وتكليف وفقا للاتفاق المطور العقاري اللي هو متمثل في الجانب الإماراتي بتنمية هذه المنطقة وتطويرها، ده يساهم في تطوير البنية التحتية، بيساهم في تطوير صناعي، وفي نفس الوقت بيخفف من عبء تكاليف المرافق على الدولة المصرية، وبالتالي تحقيق التنمية بصورة غير مباشرة. أنا كده كمل يا فندم، كمل يا دكتور، كمل. المنطقة الحرة الخاصة أيضا اللي تم الإعلان عنها اليوم ضمن القرارات دي برضو بتعتبر أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة. الدولة المصرية يمكن على مدار السنوات الأخيرة نجحت في توفير البنية التشريعية اللازمة لتأسيس وتشغيل والاستفادة من هذه المناطق. يعني وجدنا بداية طبعا من القوانين والتشريعات وقانون الاستثمار، إلا أن هنجد أيضا أن هذه المناطق الحرة هي بتساهم في التيسير على المستثمر في دخول مستلزمات الإنتاج والأدوات وكل ما يحتاجه لتشغيل المنطقة الاستثمارية ذات الصلة بجوار المنطقة الحرة، وبالتالي هنجد أنها لها مردود إيجابي على الأداء الاقتصادي، بالإضافة طبعا إلى أن متوسط الحجم الفرص العمل اللي بتوفرها المنطقة الحرة يعني بيتراوح ما بين من 85 ألف إلى 100 ألف فرصة عمل، وبالتالي هنا هنجد أن في تكامل ما بين المنطقة الحرة الخاصة اللي تم الإعلان عنها والمنطقة الاستثمارية. الأمر الأخير هو الميناء الساحلي، دي نقطة مهمة جدا بتدعم اقتصاد الدولة في تنمية السياحة.
الدولة المصرية يعني غنية بموارد السياحة المتنوعة، هنجد السياحة الرياضية، سياحة المؤتمرات، السياحة العلاجية، السياحة الدينية التعليمية، وبالتالي بيضاف إليها سياحة أخرى وهي سياحة اليخوت وغيرها اللي بتهم العديد من السائحين على مستوى العالم. وبالتالي هنا هنجد أن هذه المنطقة كما أشرت لحضرتك في بداية الحديث يعني هي هتكون منطقة واعدة ومتكاملة، هتخدم الجانب الإماراتي من ناحية وتنعكس إيجابا على اقتصاده وأيضا على اقتصاد الدولة المصرية ومستهدفات التنمية فيها. عظيم جدا، بشكرك جدا 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 يا دكتور كريم، كل الشكر للخبير الاقتصادي الكبير دكتور كريم عادل.